السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجاح من الله فيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية 2023 ادراج اجراءات جديدة لمنح القروض، حيث تم رفع قرض السيارة الى 100 مليون سنتيم، بالاضافة الى منح التقاعد التي قدرت ب 32 مليون سنتيم. ادرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية تحسينات وتعديلات جوهرية على الضوابط العامة التي تسير ملف الخدمات بشكل عام، إذا تقرر الرفع من منح الأيتام والوفاة والتقاعد، بالإضافة إلى الرفع في سلفة السيارة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، وكذا الارتقاء بملف الخدمات الصحية عن طريق رفع نسبة التعويض عن العمليات الجراحية، تحسين الخدمات الاجتماعية لأزيد من 800 موظف. كشف عبد القادر حمادوش رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية في تصريح عن شروع هيئته واللجان الولائية 60 في تجسيد جملة الضوابط العامة التي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية لفائدة أزيد من 800,000 مستخدم والمنبثقة أساسا عن أشغال الجمعية العامة المنعقدة أيام 3، 4، و5 أكتوبر بولاية الجلفة، والتي تهدف أساسا لتحسين مستوى مختلف الخدمات الاجتماعية خاصة المستعجلة منها، وكذا التي تمس فئة كبيرة من المستفيدين. رفع قرض السيارة من 50 إلى 100 مليون سنتيم. بخصوص ملف السلف، أضاف رئيس اللجنة بأن الجمعية العامة قد أقرت أيضا الرفع في السلف الموجه لاقتناء سيارة من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، وذلك بالموازاة مع تصريحات أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول عن قرب انتهاء الحكومة من بالدورة استراتيجية جديدة تهدف للوصول إلى حلول عملية وجذرية لشعبة السيارات، وذلك بغية التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة. فيما يتعلق بملف الخدمات الصحية، أكد رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش بأنه تقرر الارتقاء بالخدمة والعمل على تحسينها وتطويرها من خلال رفع التعويض عن فاتورة العلاج عند إجراء عملية جراحية من 40% إلى 60%. ما تنسوش خوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجم الله فيديو، ربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنسوا اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجاح من الله فيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية 2023 ادراج اجراءات جديدة لمنح القروض، حيث تم رفع قرض السيارة الى 100 مليون سنتيم، بالاضافة الى منح التقاعد التي قدرت ب 32 مليون سنتيم. ادرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية تحسينات وتعديلات جوهرية على الضوابط العامة التي تسير ملف الخدمات بشكل عام، إذا تقرر الرفع من منح الأيتام والوفاة والتقاعد، بالإضافة إلى الرفع في سلفة السيارة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، وكذا الارتقاء بملف الخدمات الصحية عن طريق رفع نسبة التعويض عن العمليات الجراحية، تحسين الخدمات الاجتماعية لأزيد من 800 موظف. كشف عبد القادر حمادوش رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية في تصريح عن شروع هيئته واللجان الولائية 60 في تجسيد جملة الضوابط العامة التي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية لفائدة أزيد من 800,000 مستخدم والمنبثقة أساسا عن أشغال الجمعية العامة المنعقدة أيام 3، 4، و5 أكتوبر بولاية الجلفة، والتي تهدف أساسا لتحسين مستوى مختلف الخدمات الاجتماعية خاصة المستعجلة منها، وكذا التي تمس فئة كبيرة من المستفيدين. رفع قرض السيارة من 50 إلى 100 مليون سنتيم. بخصوص ملف السلف، أضاف رئيس اللجنة بأن الجمعية العامة قد أقرت أيضا الرفع في السلف الموجه لاقتناء سيارة من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، وذلك بالموازاة مع تصريحات أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول عن قرب انتهاء الحكومة من بالدورة استراتيجية جديدة تهدف للوصول إلى حلول عملية وجذرية لشعبة السيارات، وذلك بغية التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة.
فيما يتعلق بملف الخدمات الصحية، أكد رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش بأنه تقرر الالتقاء بالخدمة والعمل على تحسينها وتطويرها من خلال رفع التعويض عن فاتورة العلاج عند إجراء عملية جراحية من 40% إلى 60%. ما تنسوش خوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجم الله فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنسوش اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجم الله فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله. قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية 2023 إدراج إجراءات جديدة لمنح القروض، حيث تم رفع قرض السيارة إلى 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى منحة التقاعد التي قدرت ب 32 مليون سنتيم. أدرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية تحسينات وتعديلات جوهرية على الضوابط العامة التي تسير ملف الخدمات بشكل عام، إذا تقرر الرفع من منح الأيتام والوفاة والتقاعد، بالإضافة إلى الرفع في سلفة السيارة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، وكذا الارتقاء بملف الخدمات الصحية عن طريق رفع نسبة التعويض عن العمليات الجراحية. تحسين الخدمات الاجتماعية لأزيد من 800 موظف. كشف عبد القادر حمادوش رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية في تصريح عن شروع هيئته واللجان الولائية 60 في تجسيد جملة الضوابط العامة التي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية لفائدة أزيد من 800 ألف مستخدم والمنبثقة أساسا عن أشغال الجمعية العامة المنعقدة أيام 3، 4، و5 أكتوبر بولاية الجلفة، والتي تهدف أساسا لتحسين مستوى مختلف الخدمات الاجتماعية خاصة المستعجلة منها، وكذا التي تمس فئة كبيرة من المستفيدين. رفع قرض السيارة من 50 إلى 100 مليون سنتيم. بخصوص ملف السلف، أضاف رئيس اللجنة بأن الجمعية العامة قد أقرت أيضا الرفع في السلف الموجه لاقتناء سيارة من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، وذلك بالموازاة مع تصريحات أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول عن قرب انتهاء الحكومة من بلورة استراتيجية جديدة تهدف للوصول إلى حلول عملية وجذرية لشعبة السيارات، وذلك بغية التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة. فيما يتعلق بملف الخدمات الصحية، أكد رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش بأنه تقرر الالتقاء بالخدمة والعمل على تحسينها وتطويرها من خلال رفع التعويض عن فاتورة العلاج عند إجراء عملية جراحية من 40% إلى 60%. ما تنسوش خوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجم الله فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله.